سبسكرايب يا غني. بعد شوي بعد. يلا واحد اثنين ثلاثة. مرحبا يا حلوين، كيفكم؟ شاطرين كثير منيح عم تشوفوا هذا الفيديو. اليوم رجعت لكم بفيديو جديد وبتحدي جديد، تحدي الحار. اليوم عندنا تحديات كلياتها شغلات، بدنا ناكل شغلات حارة. رامي اعطيني الشغلات الحارة. عندنا اليوم كذا تحدي. أول شغلة عندنا إياها واللي هي هاد خبز كثير كثير حد، وعندنا فستق كثير حد، وعندنا الشيبس اللي بنشتريه كلياتها بالمحلات بس بيكتبوا عليه إنه حد، وعندنا هاي الفليفلة اللي بحياتنا نحن ما أكلنا منها غير شفة مليمتر لأنه كتير حدة. وآخر شيء واللي هي المفاجأة، خبي عملي لهم هيك إنه شيء تشويق. وآخر شغلة عنا إياها رح أجيبهم هلأ. يلا واحد اثنين ناس ثلاثة. طب المقلوبة حامتية كسرت. هاي الشغلة عنا إياها اليوم، هذا فستق حاصد الأرواح يا جماعة. هذا أحر شيء موجود بالعالم، فيه 1,400,000 سلزي حرارة. عرفتوا؟ سلزي حرارة كتير حار. المهم علي ليكو كم خطوة؟ 5 خطوات. الأول عم يقول بلشنا. الثاني مكتوب warming up. الثالثة مكتوب كأنه هذا الشيء عن جد. الرابعة مكتوب رح تحس بآلام شديدة. ثواني الرابعة شو مكتوب بالانجليزي؟ pain sits in. شو ما لا انه انت بلشت تحسوا بآلام فعليا. واخر شيء الموت الاحمر. يا جماعة هي 5 استغلال ارجيكم اياها، ارجيكم اياها بعدين. اول شغلة رح بلشوا اللي هي البرينجلز. اليوم عنا اياه ببيعوا بكل المحلات. انا بالعاده يا جماعه ما بحب اكل شيبس، فما باكل شيبس، فرح نجرب هذا الشيء اذا حد ولا لا. اول وحده نو ما باكل اجا هات نو مرومي هاي كم انا ما راح ابدا بس طيب. اعطيني الفستق الحد يا ابن رامي، ده عزبتك مش عملك طبيعي. لنشوف الفستق الحد. 1 hour later. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. متابعين فستق ليكو شو لونه احمر؟ خبرت اني بس يلا ماشي. فكرة هذا حد. اعطيني مي. لا 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 بكير على المي. بكير بكير على المي. بكير عندنا شغلتين، عندنا لبن وعندنا مي. المي لازم انا عن جد حد. لا بكير والله حد. التحدي اللي بعده. لا حد عمل لك حد بس انت بدأت منيح، ما انا بدك تاكلي كمان 3. طبعا طبعا شو عم تاكل مثل هذول السنافر اللي بيعبوا كل الوقت. ماي. لك حاج ثالث كاسة. هلا يا جماعة عن جد هاي حدة. هاد تاني شغلة هاي. استنى خصت كاسة المي. ايه ما منجيب غيرها. لا روح عبي. وهلا عنا الخبز الحد اللي مع فلفل مدري شو. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ما راح ابدا. أبدا ما لحد محافظين عليه. فليفلة حمرة حدة وهو ما لحد أبدا. وهلأ عنا الفليفلة الخضرة. يلا بسم الله. لازم رامي أنا رح ألحس لحس أول شي جرب. أصلا الكفوف رامي الكفوف هي يا جماعة على قد ما لحد إذا بتمسكوا بعدين بالغلط عينكم أو شي كتير بتحرق. كلي نص. لا لسه بكير كلي نص. لا حد رامي. لا لازم تاكلي نصه. ما هذا ما يعتبر تحدي اذا ما اكلت نصه. لا مو نصه ليش عطلت شقفه. والله رح اخذ شقفه. نص. لا نصه نصه رح اخذ شقفه. ريما نصه. يا كثير حد يا بيولا. ما بتحسوا انه هي هلا تحدي قد ما هي حدا ما بتوصلوا تقريبا. لا يعني شايفين هاي الاضاءه. بس بصوا لها بتكون ثواني. هاي لسه مو اكثر شيء حد. كم لايك بدك على هذا الفيديو؟ بدي 100,000 لايك يا جماعه. 100,000 لايك. اني احقق شغلة
100 ألف لايك وبتاكلي كمان قطعة. لا لا بلي لا 100 ألف لايك. طيب يلا 100 ألف لايك يا جماعة. كليه كليه كليه. نعم نستنى يعني انه نحن مو مستعجلين. احنا مو مستعجلين. عزيز عم تصور؟ لا استنى انا عم بستنى لحتى تروح الحدودة. انا يا جماعة ما فيني صور حد ولا حد ولا حد لساني حيموت حيموت رسمي. لا كتير لونه احمر. ليش هيك رامي؟ رامي انت ضايف لشي؟ لا اندومي عادي. لا انت ضعيف لشي وحياة الله لانه الاندومي ما بيجي لونه هالقد احمر. ليك الصوص تبعه شو احمر. طب انا يلا بسم الله بسم الله. استنى اول شي باخذ اللبن. طب ياخذوه بعدين بس يلا ماشي. ما انا حد من الاول رامي حد من الاولى. يلا بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله محمد رسول الله. بلش صوتي يروح من الحدود. عيني ده اتصدم. تراكم الحد ورا حد ورا حد حاسه دمي ونور. عرفتوا؟ لا ما لا لا بده يصير حد حد وشي يا جماعه. لا رامي جيب لي كفوف. واو رامي المونتاج. طبعا رامي ما له جايب لي كفوف فاضطريت يا جماعة اني انا البس كياس على ايدي لانه ما جاب لي كفوف. وهلا يا جماعة وصلنا للمرحلة الاخيرة فستق حاصد الارواح. كل هالحركات المونتاج مطولية من الارض. طيب ما انا لقيتها من الارض متاخدتها من الارض. المهم يا جماعة الفستق شكله هيك مثل ما انتم شايفين انتم فستق كتير 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 حد مرسوم عليه جمجمة عم يطلع منه نار. فيه تعالوا نفتحه. بسم الله فيه شغلات. good luck كاتبي يا جماعة. هذا اللي فهمته من كل هذا. good luck. then this not challenge بس by balloting foods. challenge. بسم الله الرحمن الرحيم. getting started الأولى يا جماعة. بس خلينا نشوفها كلياتهم. هيك عنا المرحلة الأولى واللي هي مكتوب عليها get started يعني بلشنا. يلا خلونا نبلش. بلشنا طبعا ليكو. ريحتها يا جماعة حد فيها أربع حبات يا جماعة. ريحتها كتير 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 حدة. رح جرب بهاي وقول بسم الله الرحمن الرحيم. لا لازم تاكليها كلها ريما. اوكي لا تاكليها كلها ريما. قبل ما تفتحيها لازم تضل بتمك 3 ثواني عشان حرام يا جماعه حرام لك. شربت كاسه كامله على اول وحده. موبايل عامل. التحدي الثاني رح خلي مونا تيجي تعمله معي. مونا هاي ما بعرف شو بدي افتحها خايفه. مونا تعي بدنا ندورك فستق هلا. مرحبا. لك انا ما عم بعرف افتح بالكياس رامي. يا الله دقيقه. يلا بسم الله. في عنا هون اربعه فستقات اربعه. مونا لازم ناخذ وحده ونعضها. اوكي تفضلي. لا لحظه كيف بدك تعضي؟ امسكي بالكيس انا بخاف تحد ايدك. يلا هلا بدنا نقعد نعض مونا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بلشت. مونا شو؟ بلشت.
A few moments later. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. المرحلة الثالثة. أنا شلت الكفوف لأن الكفوف عم تزعجني. اوه ماي جاد مونا في هذه المرحلة الثالثة. مونا ما ضروري تاكليها، فيكي بس تعضيها تخليها بتمك ثلاث ثواني. بس مونا ما عم تعطي ردة فعل أبدا لأنه مونا كثير حادة. اوه ضخ راسي ليش؟ اوه اتس جيت ريال الثالثة. مونا عضيتها كمان واحدة باليز. هات البوزة هات البوزة هات البوزة هات البوزة لمونة. اوه ماي جاد شبكون شبكون شبكون. اوه كل حدة لهالدرجة حدة هي؟ هي يا جماعة خليني ذوقها. يا جماعة هاي ما حدا ابدا يشتريها. اوعكم اوعكم تجربوها لانه عن جد عن جد سببت لي وجع بطن مخيف وحاسة هيك في نار. انا وصلت للمرحلة الثالثة وخلص ما عاد فيني عن جد ما عاد فيني بطني كثير وجعني. اوعكم اوعكم تجربوها.